السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع هاني تحسين. هوريكم مجموعة فيديوهات متنوعة مختلفة، هوريكم النهاردة تصرفات الحيوانات، تتصرف يعني تصرفات ما شاء الله كأنها بني آدم وأفضل من بني آدم كمان، ذكاء يعني بصراحة ما شاء الله عالي جدا. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. هوريك الوقت القطة عايزة تخش من الباب ده، فبتفكر هي واقفة الوقت بتفكر القطة دي هتعمل ايه عشان تخش، راحت فط على الأكرة الباب وفتحت الأكرة ودخلت القطة. طبعا الحاجة دي شغلت حدفت حاجة للقرد عشان ايه يرجعها، سبحان الله راح مرجعها لها تاني، والحاجة المساعدة مبسوطة جدا ان ايه القرد شحنتها. طب شوف الكلب ده واقف بيعمل بيبي على القعدة، يا سبحان الله. وطبعا القرد ده بيلعب مع الحاجة أبو السعد، بيلعب معاه بونجو بونج وغلبه كمان. ايه ده غلبه كمان، جدع يا عم القرد جدع. والحاجة دي القطة بتشرب من الكولدير، بتشرب ما شاء الله. القرد ماسك الشمسية والحاج بيحاول بقى وراكب العجلة، القرد كمان راكب العجلة والقرد ده بيلعب كرة السلة. احدف يا حاج، احدف احدف يا حاج، ما شاء الله ما شاء الله، ذكاء برضه. طبعا القطة عايزة تفتح، بتفتح الترباس، خش اوب فتحت الترباس جرعت القطة ما شاء الله. طبعا الكلب بقى بياخد عشان يديه الحاجة المساعد بقى ايه. طيب بقى الايه بيرسم، هيرسم ايه بقى، شجرة ولا هيرسم ايه؟ حكيم انا ما اعرفش بيرسم، هيرسم والله اول مرة اشوف الفيلم بيرسم شجرة. طبعا بيجروا ورا بعض على الاكل بقى ويحطوا بيلعبوا في السلة. لا ما شاء الله بيلعب ده فريقين، فريق اللي هو البيش ده والفريق الاصفر ده بقى. طبعا ايه ده غراب بيحط حاجة من هنا عشان تنزل له حاجة من فوق. يا بيلعبوا الكرة الطايرة، الكلب بيلعب معاهم الكرة الطايرة سبحان الله، وبيلعب ما شاء الله يعني بص كأنه واحد بالظبط، كأنه واحد بالظبط. دي بقى البند بقى ما شاء الله، العب العب بتسقط الحاجة. ده بقى كلب لسه متدرب، طبعا الكلب اللي بيسموه متدرب تدريب، بيفتح الباب بركب العربية بيقفل يا حاج الباب. شوفوا بقى ده كلب البحر بيعمل ايه بقى، ولا انا شايف. عندما تحرك الدولفين فجأة ساقط الهاتف من يد الرجل الى وقعت منه، وقعت منه. هيجيبها له طبعا، جابها له مخلص. كلاب البحر بتلعب الكرة الطايرة، قديمة الحركة دي بالتقريب، شفناها كتير قبل كده، شفناها كتير قبل كده ما شاء الله. العب يا عم الحاج العب. والماعز والأرنب، الماعز ما عايزة تفتح، شوف تفتح عن طريق شد الحبل من الخارج. بشد عشان ايه؟ الباب بشد ده عشان يفتح الباب. ده بيلعب بقى البنك. يلا لا اقترب هؤلاء السياح من قاطع الاسود ليقوموا بتصويرهم عن قرب، وكانت هذه اللبؤه قرب باب السياره، وفجاه ده عايز يخش لهم. دخل عليهم. انا بقى لو انا مع العربية وعمل الحركة دي ما هستناش بقى، انا هموت وخلاص. ده بتدربوا ايه؟ رايحين وراهم ماتش كرة قدم ولا ايه؟ الفريند وراها كرة قدم باين ولا ايه؟ شكلها كده. يلعب. احنا بنقرف منهم وبنخاف منهم على بعد 5 كيلو. القطة داخلة فين؟ القطة عايزة تخرج، هتشد البتاع عشان تفتح. لازم تفكر،
عايز تعمل اي حاجة تفكر فيها عشان توصل للي انت عايزه. ما تنسيش بقى تعملوا اللايكات وتعملوا مشاركات للفيديوهات عشان ان شاء الله نقدم لكم على طول حاجات. وكل سنة وانتم طيبين. الدبة دخلت جوه دخلت اللي هي عايزاه ومشت، ولا حد ده عايز يشرب بقى الغلاف ده عايز يشرب ولا ايه؟ اه هيفتح الازاز طبعا، استحالة هيفتح الازاز. اه جاب له مية وقال له اشرب يعني، راجل عشان هيعمل ايه يعني؟ ده بقى هيلاعب الايه هذا القط، هيقول له بقى فين في انهي بتاع. طبعا ايه بقى ده الواحد كبير اهي. سبحان الله سبحان الله اهي. طبعا اكيد يعني اكيد هم ايه مظبطين معاه. ده الكرة ده بيلعب ايه، راكب العربية راح مشوار، هو شغال بقى سواق ولا ايه؟ شغال سواق وراكب العربية. ده الحاجة المستعدة راكبة كمان اهي، الحاجة المستعدة هي اللي سايقة. معلش عايزين محتاجين سواقين بقى، تيجوا القرود بقت تعمل. حبيبكم حاج فرعون بيلعب الجرس عشان ايه يفتحوا له الباب. يا سلام الضيوف جت، الضيوف دخلت. الله ده ايه؟ لا 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 ده الاخطبوط. بيفتح الباب بيفتح الازاز عشان يخش. فيه مجموعة قرود عليهم طبعا عايز ياكل، فبيحتاج لا ما. بيقول لها انا عايز اشرب، افتح الازاز. بيقول لها افتح الازاز، بيرشدها هي اللي تعمل ايه. العب يا عم العب، ما العب وفوت ولا تفكر في اي حاجه، العب. ايوه حط له ثلاثه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا القط عايز يخش، يفتح ويخبط. شوف بيخبط ازاي. ده بيغسل ولا ايه؟ بتوضى. فيأخذ الطعام ويغسله بالماء ثم يتناوله. ولم يكتفي بذلك فقط، بل قام بملء كف يده بالطعام وهرب مسرعا بمشهد مضحك وجميل للغاية. طبعا القط ده برضه عايز يفتح، بس اكيد هما متدربين عليها يعني تدريب عالي عشان يفتح ويخش ويخرج كده. بس ذكاء برضه طبعا سبحان الله. بس برضه تصويرها برضه في الوقت ده بيبقى ما شاء الله يعني ايه عالي، او فكرة حلوة ان هو يتصور في الوقت ده. طبعا ابوك ده عامل ان هو ايه بيلعب السمك، ان هو يديلهم الاكل هما يجوا هو يروح اخد الاكل وياكل سمك. يا واد والله ذكاء يا عم. اه كده مية مية، ولا يوجع دماغه ولا حاجة. ده بيعمل ايه ده؟ ده عشان يجيب له ايه؟ هتجيب ايه؟ عصير ده ولا مشروب طاقة ده ولا حاجة؟ يعني ممكن حد يجيب التليفون، حد بيضرب عليه. ايوه رد بقى يا عم رد، هتلاقي جايبين لك الاكل ولا جايبين لك حاجه. اه شغل عالي.